السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مجموعة ألعاب للأطفال قوية جدا، تعليمية جدا، بتشتغل على الأندرويد، بتشتغل على الأيباد، بتشتغل على الويندوز، بتشتغل على لينكس، بتشتغل على أبل ماكنتوش. لعب كتيرة جدا، تعال نبص كده عليها. بيديني هنا حاجات خاصة مثلا بالكتابة، حاجات خاصة بالكيمياء، يعني كمية حاجات رهيبة، تعليم حروف، تعليم أرقام، مستويات كتيرة بيتعلم الطفل وهو بيلعب، فمبقاش زهقان، مبقاش بعيد على الواحد ان هو بخليه يلعب حاجة مش على مزاجه. يعني هنا مثلا هتقول له مثلا انا عايز اركب الشكل دوت، عايز ابني حاجة معينة، فبيبدأ يديك الاشكال وتبدأ انت بقى تركبهم مع بعض. تمام، وهكذا يبدأ يتعلم ان هو يكون لوحة فنية، يبدأ يشوف تعليم ارقام، تعليم حاجات، وفي نفس الوقت الموضوع مسلي، الحروف، ارقام، ترتيب، شكل لذيذ.